الزاوية الدرقاوية، زاوية الشيخ سيد محمد الركيبي المنحدرة من القبائل الصحراوية من الجنوب. احنا في هذه المنطقة اللي هي اولاد ابراهيم في حد المحرة، جماعة المحرة قيادة البحيرة. احنا هون في هذه المنطقة كنعانوا من مشكل الماء، اللي هو عندنا مشكل اساسي وكنعانوا منه كوال، وحنا ضريف امس الحاجه القطره من الماء باش نعدلوا بها مسائلنا ومآربنا. والمنطقه كامله ماشي غير احنا هون في الزاويه، المنطقه كامله هون كتعاني من هذا المشكل، وخصوصا هذا الدوار ديال ولاد ابراهيم، لان هاد المسؤولين ديالو ما قايمش الواجب كما ينبغي. داروا بير زر قدرون ديال التنمية البشرية، فير هذا مالح غير الشقا والناس اللي بحال كلي ما هو الشراب، يا غير البير داروه في زر والشاطو داروه في زر بعيد عليه. درك عاد عندنا مشكل الماء ما كيوصل للشاطو باش كلشي يشرب ولا كلشي يستعمل هذاك الماء باش يخدم به المآرب. درك عندنا مشكل ثاني اللي هو الماء الحلو اللي نشربوه ما هو واصل هون. درك والحرارة فايتها 45 في هاي المناطق، وهاد الدوار كامل راهو غارق، عطشان كامل بصغيرو وكبيرو، والناس كاملة راهي غارقة. تجباو هون على الزاوية، الناس ما تجبر يجيو يدفنوهم في الروضة، الناس ما يجبرو الماء لا باش يغسلو ولا لا باش يحفرو الدوار باش يعدلو المسائل ديال باش يردمو هاد الناس اللي يموتو. التركة اللي كانوا يقراو هون عندهم مشكل، لا بغاو يمحو للواحد ديالهم، نجبرو مشكل باش يمحو لواحهم باش يقادو مشاعلهم ولا باش يتوضا. اللي جا للزاوية الزوار ما يجبرو باش يتوضا ولا باش يعدلو شي. المسائل باش نعدلو حنا المسائل باش غير فين يتوضاو الناس ولا ما كاين. راعي لكم الزاوية هون كلشي قدامكم، راعي ها الزاوية ديال سيدي أحمد سيد محمد الركيبي الطالبي. شوف هاد المسائل محصرة ومهمولة لجميع المسؤولين. حنا كناشدو سيدنا يتدخل، حنا ناشدو سيدنا يتدخل في هاد المسائل هادي. حنا مكناشدو شي مسؤول تاني ما هو سيدنا، نتكلمو مع سيدنا نصره الله، الله يحفظه وينصرو، يتدخلنا في هاد المسائل هادي ويعتق هاد المنطقة وهاد الدوار، لأن هاد المسؤولين راهم عادلين شي ما يعدل. الناس عطشانة، حتى قالوا عنهم راهو بيرجع من الجهة لا ينطرح لهم هون، غادي يتحط لهم في المنطقة باش يشربوا من هاد الدوار، راه مازال ما طرحوه، قالوا لهم صافي علقوه لكم في الحوض المائي. علاه بهم ما متفاهمين؟ يعدلوا مسائل
باش تزيد القبيله قدام يديروا مساله اللي تنفع القبيله هما انا معهم تامين يمشوا اتساع وخلوا انا من القبيله تزيد قدام. هو مضيع القبيله في جميع المسائل الروضه راه اللي جا بغى يدفن ولا اللي جا بغى يغسل ولا اللي جا بغى يعدل ما عندنا لا ما لا والو حتى باش نبنوا حنا كاع غير الحيوط ما عندنا باش نبنوهم. وهذا ولد سيدي عبد الله وهذاك ولد سيدي عبد الله اللي هو مولاي محمد. هذه السلسله ديال الشرفاء عليهم لا حياه لمن تنادي في المسؤولين. راسلنا العامل وراسلنا رئيس الدائره وراسلنا الوزاره حنا طريق نتكلموا مع سيدنا ونطلبوا سيدنا هو يدخلنا في المسائل هذه باش ييسرنا الامور ويساعدونا شوف هذه الزاويه كانت تبنى وباش يقراو التراك راه عامل الواحد مازال مطروحين كلشي مازال طريق ضايع وزدنا غرقنا ما عندنا حتى باش نتوضا ولا باش نغسلوا ولا باش يشربوا التركه صار وما عندنا باش نسقوا هي جوج. لا اله الا الله محمد رسول الله. انت اخويا الماء ما كاين والو الماء انت دابا هنايا كاين من رمضان الماء ما كاينش ما الحلو كاع هذا هو الماء الحلو ما كاينش عندنا. كنعمروا غير الوالد انا كنمشي لمراكش الوالد والوالده عيانين ما كاينش الماء وتقول ما كاينش شي نقطه ديال الماء. كيجي واحد الدري صغير تيسقي لينا الباطي راهما تتشوفهم تسقيهم راهما حتى هما خاوين هذوك الباطي كلشي خاوي كلشي هذا الماء الحلو هذا ما كاينش عندنا الماء الحلو كاع وكاين عندنا شاطو عندنا الماء ومحبوس علينا عندنا الماء حنايا عندنا الماء الحلو ديال القبيله ومحبوس علينا الماء. ها الباطي هاهما كتشوف اخويا هاهما خاوي هادو هما فاش كنعمروا الماء ما كاينش الوالد كبير اجي خويا تشوف هاي اجي خويا انت خويا انت تشوف انا باطي خاوي واليوم ضل الحراره 45 45 ما لقينا حتى باش ندوشو ولا وتقول هادشي اللي عاد نطلبوا من المسؤولين يشوفوا من حالنا ونضرو فينا مكرفسين بزاف. انا ما تنعمرش هنايا انا تنمشي نخدم في مراكش الوالد والوالد عيانين ما كيقدروش يسقيو مكرفسين مساكن دابا من قبل رمضان ما عندناش الماء هنايا ما عندناش كاين الماء مالح دايره شي جمعيه ما تيوصلناش تيسقيو بين الناس الزيتون ديالهم وتيسقيو كاين الشاطو هنا الشاطو كاين هنا البير كاين هنا بعيد بيريس غيور دايره جمعيه مالح ما تيوصلناش الماء تقول شي واحد هنا في القبيله تيوصلوا لنا ونطلبوا من المسؤولين يديوها فينا ونضروا من هذا الحال اللي حنا فيه عايشين والو تقول شي جغمه ديال الماكينه هاي شوف ها الروبوني الاخر ها هو الاول هذا هو الاول كان هنا ها هو هادي شوف هذا هو الروبوني الاول هذا ديال الماء الحلو ها هو خاوي فين ما جيتي تحلو يضرك قلبك ما كاينش الماء الحلو تقول لا المالح لا الحلو هادي 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 24 وباقي حنايا تنسقيو بالباطي ونسقيو بالكراز ونطلبوا من سيدنا يدخل لنا في هاد الشارع فين ما جينا لهاد البلاد هادي كنلقاو ما كاينش الماء ما كنلقاو باش ندوشو ما كنلقاو انا ما تنعمرش هنايا الوالد والوالد عيانين ما تيقدروش يسقيو ما تيلقاو حتى باش يدوشو ولا باش يعوموا ولا باش يغسلوا المواعي. لا اله الا الله محمد رسول الله. شوفوا اخويا 2024 هادو باقي حنا نمشيو نسقيو بالحمير والكرار وعندنا الملح عندنا الملح الحلو حابسينو علينا المسؤولين هما اللي حابسينو ماشي شي واحد كاين عندنا الملح الحلو ولكن المسؤولين هما اللي حابسينو علينا. علاش حنا كنخلصوا الماء داكشي اللي كيجينا كنخلصوه حشومه كاع كل شيء سد على ما حاله. لا إله إلا الله.
هذا الماء اللي كيشربوا منه ساكنه هذا الدوار، دوار ولاد ابراهيم، جماعه المحره قياده الحيره. كما كتشوفوا الان عمليه السقي، عمليه السقي، والان نحن في 2024 بزاف كنسقيو بالماء من الحوض. حنا كنطرحوا علامات استفهام كبيره، لانه هاد الناس هادو بزاف كتعاني في صمت، وصمت كبير، والحمد لله انه هذه يعني احد ساكن الدوار كيقول على انه هاد من الحوض عطيهم ارض باش يسقوا من هاد البلاصه. يعني مشكل كبير، مشكل كبير صراحه. طرق بدائيه يعني، ونحن في 2024. Thank you.